تعمل حجز تبعت الناس والناس تتحبس، هل يرضي سعادتك؟ قال قلت له اه، ان انا عندي ناس محبوسه ما دفعتش، ما عندهاش امكانيات تدفع الكلام ده. لك ان تتخيل ذلك، يعني في واحد يقبل على نفسه انه يتحبس عشان حاجه خدها ما يدفع، مش منطق، ما فيش منطق ولا ذا الكلام. قال على ايه الاحوال الكلام ده يبقى مش مظبوط. قاعد طبعا يعني يناوشنا، طب نخليها اثنين، طب نخليها ثلاثه، طب نخليها. قلت له اقسم بجلال الله لو انا عارف ان اللي سعادتك يرش ساب واحد، انا ابقى احرص واحد، ابقى احرص من سعادتك واحرص من اجلسك ان الجيش يستخدمها يدك. احنا بنتكلم مع بعض بقلب مفتوح، واحنا لمسنا فيك يعني الحقيقه يمكن يعني هذا الامر. فاحنا الحقيقه احنا بنحييك على يعني سرعه الاستجابه وانك راجل سمعت والله. فالراجل حتى يعني عشان يريحني صدر تعليمات واحنا قاعدين في الجلسه. بالنسبه يوقف الكلام ده مؤقتا او حاليا، ولو في محاضر اتعملت تتسحب هذه المحاضر والكلام ده لحد لما نشوف يعني ايه. يعني كانت استجابه يعني معناها ضمنيه، حتى لما الحاج عبد العال طرح قال انا عندي ناس حضن خابس مهاجرين في اسكندريه اتحجز على الحسابات بتاعتهم يعني الفلوس اللي هم ده يعني انا سلمتك عيش وما تاخد التحصيل اللي جايني او قيمه البيع بتاعتي، طب انا هصبح الصبح اشتغل ايه؟ قال ازاي؟ قلت اه يعني الامور وصلت لهذا الحد. احنا يا جماعه يعني تناول امورنا بهدوء، لان المخابز يعني المفروض ليها وضع خاص، واحنا بنستحمل وبنمشي ونقول الدوله ليها ظروفها، ويقول اه وظروف الدوله، واحنا مع الدوله ومع ظروفها ومع توجهاتها. يبقى احنا كمان ما يبقاش ده عقاب لاصحاب المخابز ان احنا نبقى ناس منضبطين وناس ملتزمين وناس يعني الحمد لله. الميزه والصفه الوحيده التي تميز اصحاب المخابز ان احنا قمه الوطنيه. ما فيش يوم يعني الحاجه الحسنه الوحيده اللي بيضرب بيها المثل واللي متاخده لاصحاب المخابز ومتشاله لهم على الرفوف، نقول لك في اي حرب من الحروب بقى يعني الحمد لله العيش كان متوفر، في اي حدث البلد مرت بيه العيش كان متوفر، ما فيش حاجه عكرت سطوه الحمد لله. فده امر يعني يحسب لاصحاب المخابز، وده امر طبعا كلتنا يعني بنحمد الله عليه ان ربنا هدانا وان احنا ماشيين بهذا الامر. احنا لينا مشاكل، اه لينا مشاكل، لينا كذا. قبل ما اخلص قبل عشان اكفي موضوع الضرايب، بالنسبه طبعا احنا طلبنا ان احنا يبقى في تعليمات جديده بناء على الـ الكلام اللي احنا اتقال، طبعا يعني ما توصلناش.